صباح الورد مشاهدينا، اهلا بكم معنا في هذه الحلقه جديده من برنامج كيف الحال. غنهضروا فيها على واحد الموضوع سبق وتكلمنا عليه وهو العنف، ولكن هذه المره غادي نتكلموا عليه من طرف الاولاد او الابناء تجاه الوالدين ديالهم. هي مساله موجوده، هذا يعني واقع، كاين عند وليدات الصغار، وغادي نعرفوا كيفاش التقويم ديالهم مع الدكتور عبد الهادي القاسمي اللي كيرافقني هذا الصباح. صباح الخير سي عبد الهادي. وكاين كذلك عند بعض المراهقين كيف ما غادي نشوفوا في بعض الحالات اللي غندرجوها في هذه الحلقه. صباح الخير سي عبد الهادي مره اخرى. لو مساله العنف تنسمعوها بزاف، تكلمنا عليها شحال من مره باشكال متعدده، لكن اليوم غادي نخصوها الحديث كيف ما قلت على الوليدات اللي كيضربوا والديهم. ملي كنقولوا العنف راه تنتكلموا على مجموعه يعني كبيره ديال اشكال العنف، نفسي جسدي وغيره، ولكن في الحلقه غادي يكون عندنا حالات ديال الضرب بالذات. شنو اللي تيخلي واحد الوليدات خصوصا ملي كنهضروا على اطفال صغار 3 سنين 4 سنين تيكونوا يعني هكذا عندهم ذاك رد الفعل اللي هو عدواني وعنيف تجاه الاباء ديالهم؟ بالفعل فبعض الحالات ديال هذاك ردود الفعل، يعني تبارك الله عليك احسنتي الكلمه المناسبه، هي ردود فعل ديال اطفال صغار اللي هما عندهم عامين ونص وعندهم 3 سنين وعندهم 4 سنين اللي كيحاولوا مره كيمددوا على الام ديالو خاصه. فخصنا نعرفوا بان هاد لي رياكسيون اللي كيكونوا، هاد ردود الافعال اللي كتكون في هاد السن هذا اللي هي 3 سنين 4 سنين، وخاصه 3 سنين 3 سنين ونص، يعني 4 سنين كندخلوا مازال شي شويه في اشياء اخرى، مي 3 سنين عامين ونص 3 سنين ونص كنتكلموا هنا فقط على محاوله هذاك الطفل انه يكسر بعض الحدود اللي تفرضت عليه، لان في هذا الوقت هذا كيبداو الاباء والامهات انهم كيوضعوا حدود، هذه ممنوعات، هذه اشياء خصها دار ضروريه، هذه فكيولي باغي يكسر الحدود باستعمال مره كيستعمل العنف. المساله الثانيه وهي انه كيجرب الى اي حد ممكن انه يمشي. نعم. في لي براتيك ديالو كيجرب بزاف د الحوايج. نعم. حنا راه كنشوفوا الاطفال راه كيجربوا بزاف د الحوايج، كيجربوا الكلام، كيجربوا الضرب، كيجربوا انهم يمشيو يهزوا حويجات اخرين كيفما تناولنا ذلك في الموضوع ديال السرقه. نعم. كيجربوا بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي كتثير الانتباه ديالنا هي ملي كنشوفوا واحد الطفل او طفله صغيره اللي هي كتضرب ماماها ولا انها وخاصه الام. نعم. يعني في هذه الحاله هذه يعني سون سالارمي، يعني بلا ما انني نهول الامر ونتخلع وهذا ونكبر الامر، يعني راه كنعرفوا بان راه فقط هذاك رد فعل، ماشي حاله مرضيه، ماشي حاله اللي هي كنقوموا بشكل اللي هو بسيط بزاف، يعني نعم. اول شيء نعم غير هو قبل ما نشوفوا التقويم سي عبد الهادي، واش هاد الوليدات هادو ما تيكونوش شافوا مثلا في البيت كيفاش واحد كيضرب مثلا كيحاول يقلدوا؟ لانك انت دائما تتقولنا في هاد السن هذا الاطفال تيقلدوا الكبار. اكيد انطلاقا من 3 سنوات راه كيبداو الاطفال كيقلدوا، ولكن هذاك التقليد خاصه ديال العنف ما كيبدا، داك الشيء علاش قلت لك في الاول 4 سنين نحيدوه. نعم. انطلاقا من 4 سنين، ممكن ان انطلاقا من 4 سنين الا جات عندي واحد الام وقالت لي بان راه ولدي ولا هذا راه كيضربني، نقول لها شكون اللي عندك في الدار كيتعامل بالعنف؟ شوف كل اللي عندك في الدار اللي كيستعمل، ربما اخ ديالو كبير، ربما الاب، ربما هي، شكون اللي كيحاول يحل المشاكل ديالو داخل البيت باستعمال العنف؟ وسؤال اخر الا سمحتي غير قبل ما تعطينا التقويم، هاد الوليدات هادو اللي كيديروا العنف في هاد السن هذا، واش هذا مؤشر على انهم غادي يكونوا الناس اللي هما عناف منين غادي يكبروا، الناس اللي كيستعملوا الضرب في المعاملات ديالهم؟ تماما، الا الا خليناهم، يعني انني لا خليناهم انهم كيمارسوا هذا العمل هذا وحنا كنضحكوا لهم وهذا وكنقولوا بان راه وليداتنا دوزناها، تنقولوا كتقول الام دوزتها اللي كتكرر المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وحنا كنشوفوها وعاجبنا الحال، ف اس مومون لا ممكن انه يكون مؤشر تربوي، ماشي مؤشر جيني عنده علاقه بالطفل، لا عنده علاقه بالتعامل ديالنا حنا مع هاد الوليدات اللي بداوا في هذا التصرف. اكثر من ذلك يعني ان واحد المعلمه واحد المربيه داخل المدرسه كتحكي لي، قالت لي انا كنشوف تلميذ كيقرا عندي اللي عنده 5 سنوات اللي هو في الروض، اللي ملي جات الام ديالو ما جابتش ليه الماكله اللي بغا فضربها، ملي تدخلات هي قالت ليها خاصك تمنعي هاد، قالت ليها راه دائما كيتعامل معايا وما عندي ما ندير راه باقي صغير. يعني هذا من بين التصرفات اللي انا الا شفتها باغ اكزومبل غادي نحكم بان هذاك الولد ملي غادي يوصل 11 سنه و12 سنه ممكن اننا ندخلوا في الشذوذ
يعني العنف، نعم يعني الشاد، شدود، العنف نعم العنف الشاد. اكستريم. إذا سمحتي بغيت نوضح غير، راه العنف راه ماشي بالضرورة أننا حتى يكون ضرب، نعم يعني راه ممكن أنه يكون كلام قبيح، اكيد ممكن أنه يكون، تطاول كنقولوا، نعم، احنا سبق تناولنا هذا الموضوع قلة هذا. الاحترام، نعم وفسرنا بين شنو هو اكيد قلة الاحترام والجرأة. نعم ولكن دابا ملي كنتكلموا فعلا على السبان، كنتكلموا على الشتم، كنتكلموا على كذلك على الإهمال، حنا كنعرفوا بأن مجموعة ديال الوالدين يعني اللي هما محتاجين أن الولد ديالهم يكون كبير ولا يكون صغير، أنه يبقى في جنبهم ويبقى أنه كيسمع كيرد البال لهم، ولكن كيكون إهمال من طرف نعم الأولاد لهاد الوالدين هادو، هذا كذلك فهي سوء معاملة، وهذا كذلك فهو عنف. نعم أو أن مثلا أنني كنخلي الأبوين، كنخليهم أحد الأبوين، وخاصة ملي كتكون الأم هي اللي ضحية نعم في هذا الباب هذا، كنخليها أنني ما كنراعيش، نعم ما كنهتمش بالجانب النفسي ديالها، يعني الجانب النفسي عندها دي مهم سوسي، عندها أشياء اللي هي ربما خلعاها احتياجات. عندها، نعم فرغم ذلك فأنا كنخليها وكنهتم بأشياء أخرى مقصود، نعم بطريقة مقصودة إكسبري. تقويم السي عبد الهادي من قبيله، وانت كتحاول نعم تعطينا هكذا فكره غادي تعطيه ليا من خلال الاجابه إن الا شاء الله، سمحتي على مرحبا. المستمعين اللي كيتصلوا بنا. كنظن عندنا جوج حالات مختلفه، لان مازال غادي نتكلموا على العنف عند المراهقين وعند المراهق عند الجميع، اليافعين. نعم هنا تنتكلموا على حاجه اخرى، ياك اكزاكتلي. غادي تشرح لنا اكثر. ناخذ دابا اتصال من عند سيده ام ادم كتصل بنا مدينه صفرو. الو. الو، السلام عليكم. عليكم لاله، السلام ورحمه الله. ام ادم مرحبا بك. بارك الله فيك، الو. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، مرحبا لاله، مرحبا. كنتابعو دائما وكنشكركم الله يبارك فيك بزاف لاله، مرحبا مرحبا، هذا واجبنا. الو تفضلي، شنو هو بزاف. السؤال ديالك ام ادم؟ انا الله يخليك، كنعاني مع واحد الوليد ديالي، كنعاني معاه بزاف زعما لدرجه ما تصوريش. شحال في عمره؟ عمره 6 سنين. ودابا غير كيبغي يقول لي شي حاجه، كنقول له لا، كيهز شي حاجه ويضرب بها، يا كرسي يا اي حاجه. نعم عانيت بزاف بزاف، ما عرفتش. لا اله الا الله. وما عرفتش كيفاش نتعامل معاه زعما الو صراحه. سي عبد الهادي القاسمي غادي يطرح عليك وقيله بعض الاسئله قبل ما يعطيك الله. الحلول. تفضل سي عبد الهادي. شكرا لك، بارك الله فيك. لالا قولي لي، كي داير التعامل ديال، واش كاينه صرامه في الدار؟ كاين الاب اللي هو كيفرض الكلمه ديالو في الدار؟ شويه ماشي بزاف. نعم. الدري كيما اللي قالها كنقول له واخا، فاش كان نعم نعم إذا هذا أول نقطة لالا غتبداو بها، يعني أننا ما كان ماشي أي حاجة كيقول لنا وليداتنا كنطبقوها لهم. الوليد ديالك دابا راه حاليا راه في المرحلة الأولى ديال أنه كيهز أشياء وكيضرب بها، ولكن من بعد غادي يولي يستعمل اليدين ديالو مباشرة، ومن بعد غادي أنه يعني ذاك العنف ما غاديش يبقى موجه فقط لكم أنتوما، غادي يولي موجه حتى للعالم الخارجي، لأنه كيتعلم فيكم، يعني بالكلام، بالضرب، بسوء المعاملة، راه كيتعلم. يعني ها هو حاليا راه إلي طون تران دو فورجي واحد، دابا حاليا راه كيتعلم، كيكون واحد الطريقة ديال التعامل ديالو اللي غادي يتمكنوا أنه يسلك بها في الحياة. لذلك فلالا انتم اول الناس اللي ممكن انهم يديروا التقويم ديال هذا السلوك هذا قبل ما نمشيو عند الاخصائي. اول شيء في الدار، نعم في الدار، يعني حنا كيفاش نتعامل انا معاه. فوالا، نعم لالا، انا داك الشيء اللي غادي نشرح الدار باش غادي نتبداو ان شاء الله. فاول شيء لالا، بداو بالاشياء اللي كيطلبها، انتم غير مجبرين انه من اللي يقول لكم شي حاجه تقولي له واخا. بداو بواحد الحاجه سهله غادي تقدر انها ما تبانش بانها تغيير كبير، ولكن غادي تلاحظوا بان عندها التاثير ديالها. فين ما يطلب منكم ولدكم شي حاجه قولي له واخا حتى يجي باباك، الا كنتي بوحدو بوحدك. الا كان الاب ديالو تما وطلب منكم شي حاجه لانه هو ذكي، راه غادي ملي كتطلب منك انت وكتقول لي حتى يجي باباك ونقولها ليه، غادي يبقى ما يطلب منك الا اذا كنتوا بزوج. حتى تما غتقول ليه واخا، حتى الغدا، حتى الغدا، ونتناقشوا في هذا الامر من بعد، يعني انكم ما غترفضوش مباشره، وما غاديش تاكورديو ليه، ما غاديش تعطيوه داك الشيء اكزاكتو، لا باش اننا يعني كنقيسوه واحد شويه، كنقيسوه. المساله الثانيه اللي هذه مطالب بها الاب، يعني الاب ممكن انه يتخذ تدابير صارمه جدا، مثلا بحال مثلا انه يعني ما كنمشيوش للحرمان، ولكن على الاقل كنمشيو للتقويم والاصلاح والتاديب. يعني انه ملي كنشوف الابن بدا كيخسر في الهضره، ولا بدا مثلا كيقول شي كلام اللي هو كلام نابي مثلا، ما كنسكت انا، ما كنبقاش نهضر معاه، وكنشوف فيه يعني واحد ان روغار اللي هو صارم، واحد النظره صارمه. ثم انني كنصرف هذيك، كنقول ليه سالينا
سير 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 لبيتك مثلا ولا سير لبلاصه اخرى، يعني حتى تكالما عاد تجي تهضر ما معانا. تجاوبش معاه. كاين بعض الاباء اللي رد الفعل ديالهم لا تيكون تماما، معيور لا والو. ولا هنا راه كنعطيه كنقول ليه بالفعل الا بغيتي تفرض القوه ديالك خصك تستعمل هذه الطريقه هذه، وغادي يستعملها ملي تكون الام ديالو بوحدها. نعم راه حنا كنخافوا ملي كتكون الام بوحدها، يعني مم. ملي كيبدا، وحنا غنرجعوا للاسباب، نعم. ملي كيبدا الطفل كيبدا كيحس براسو بانه راه بدا كيكبر، كيستعمل الاسلوب. نفس الاسلوب اللي نعم استعمل معه ملي كان باقي صغير. نعم مازال كنظن هناك طرق اخرى اللي ممكن تستعملها هذه الام، ربما السيدات او الناس اللي كيعيشوا نفس الحاله مع وليداتهم في هذا السن. نعم. ناخذها من بعد في الراديو استاذ هادي باش ما نظلموش المكالمات اللي كتجينا. الثانيه من عند السيده فاطمه من مدينة طنجة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا فاطمة مرحبا بك، تفضلي بالسؤال. الله يبارك فيك لالا، هذا واجبنا. تفضلي بالسؤال ديالك لالا. الابن ديالي العمر ديال 3 سنوات. 3 سنين داكور. يعني كي ملي كيتعصب ساعات ولا شي حاجة كيضربني أولا كيتسلق عصب بغي يعصب. كيعدوا بالضرب وكل شيء، يعني كيبغي شي حاجه. يعني اذا ما ضربش فايعض. يعني تصرف هكا عنيف تجاه الام ديالو. رغم انه حنين، يعني كيعيطلي ماما حبيبه، يعني كيعيطلي ماما كيبغي يتعاش معايا وحنين، ولكن ملي كيتعصب فيعني كيولي طفل واحد اخر. نعم. لالا عفاك، كيفاش مرات مرحله الرضاعه عنده؟ لا رجع تقريبا عام ونص. يعني عام. لا كيفاش مرات هذه المرحله ديال الرضاعه بالنسبه لكم؟ واش كان شي صداع في الدار؟ كان مثلا الام انت مثلا مع الزوج ديالك كانوا مثلا مشاكل اللي كان كيحضر عليها ربما؟ لا ما كانش شي مشكل هذا، احنا اذا كان شي حاجه اللي كتكون بعيده على خلي. عادي يعني. اذا راه الابن ديالك فقط انه عادي عادي. نعم. ماشي شي حاجه اللي هنا الحاله سعاد. العين غيتاثروا منا. لا لا هو الاول غادي ياخذ معك. نعم. غيقول لك سعاد هادي كيفاش تعاملي مع وليدك، وتكلمتي على هذه الحاله. نعم. هذا الشيء اللي تكلمت عليه في الاول، فالابن ديالك فقط انه كيحاول انه يختبر. نعم. مدى جاهزيه. نعم. كيجرب الوليدات كيجربونا في كل شيء. دونك كيفاش تحدوا تبين ليه الصرامه ديالها، وملي يبغي يضرب كتشد ليه ايديداتو كتهبطو من الارض. نعم. ما تخليهمش للفوق. هذه المساله فين تكلمتي عليها، وبغيتك. نعم. تعاودها للمشاهدين سعاد هادي، لانه في بعض الاحيان الاباء من الوليد كيضرب كيعاودوا يضربوا. نعم. اشنو يديروا؟ الوليد ديالنا راه عنده 3 سنين. نعم. يعني انه راه ماشي بديك القوه اللي غادي يخليه يقدر انه ينفلت من يدينا. نعم. اللي كنشد ليه يديه وكنهبطهم ليه لتحت. نعم. يعني حدا رجليه، ما نخليهمش ليه الفوق حدا وجهه. كنهبطهم ليه حدا وجهه، وكنشوف فيه مباشره بالابتسامه. نعم. انا كنعرف فيه والعين في العين. كنخليه هو ربما كيغوت، هو ربما غادي يدفل. ياك. وربما غادي انه يدير شي حاجه، فانا نتجنب كاع داكشي اللي كان كيدير. ولكن كنبقى شاد ليه يده حتى كيتكالما. غادي في الاول غادي يبدا يتنطر، وغادي يبدا يبكي، وغادي يبدا هذا، ولكن عارف بان راه الام ديالو اللي حداه. ملي كيبدا يهمد بشي شويه، لان كنعالج فيه، راه معالجه. حنا ملي كنقولوا للناس عنقوا وليداتكم راه سي اون ثيرابي. ملي كنلاحظوه بانه بدا كيتهدن فكنشدوا كنعنقوا حتى كيتهدن بمره، عاد كنقول ليه ما نقبلش منك مره اخرى انك دير هذا التصرف. نعم. يعني كنعطيه حد اخر اللي انا صارمه فيه، اللي غادي نوضعه اون فوا بور تو. ويرافق هذا الشيء حرمان مثلا من بعض الاشياء اللي تبغيها؟ ابدا. ما خصوش يكون عقاب، ما خصوش يكون، لانه هو حاليا كيجرب وكيحاول انه يوسع دائره الحدود اللي عنده فقط. سي عبد الهادي، ما قدناش الوقت باش مازال نتكلموا على هذا الموضوع، مازال عنده ما يعطيكم من افكار باش انكم يعني تسيروا وليداتكم الا كانوا هكذا. انا فرافقونا في العشيه ان شاء الله في الراديو من جوج حتى للربعه، وتواصلوا معنا كذلك مباشره. غيكون معايا الدكتور عبد الهادي القاسمي للاجابه على كل الاسئله ديالكم، سواء المتعلقه بهذا الموضوع او اي موضوع تهمكم وتهم وليداتكم. لكم منا اجمل تحيه، غنتلاقاو غدا ان شاء الله. الى اللقاء.